أشكالها مختلفة، خطورتها متنوعة، تلوث وعدوى وأمراض، هذا ما تسببه إن لم يتم التخلص منها بطرق سليمة، إنها النفايات الطبية. تعد النفايات الطبية جزءاً من النفايات الخطيرة نظراً للآثار السلبية على العاملين في المؤسسات الصحية وعلى البيئة، فخطرها لا ينتهي برميها في الكمامة. منها المعدية، وهي تلك الملوثة بالدم وبسوائل الجسم، الحادة كالمحاقن والإبر وغيرها، المواد الكيميائية كالمواد المطهرة، المستحضرات الصيدلانية والتي انتهت مدة صلاحيتها، السامة كالأدوية السامة للخلايا والمستخدمة لعلاج السرطان، المشعة وهي المواد المستخدمة في المعالجة الإشعاعية. المركز الاستشفائي الجامعي بدويرة يعتمد في صراعه مع النفايات الطبية على طريقة التعقيم باستعمال البخار، طريقة علمية متطورة وعالية الدقة، أطلقت منذ سنة بهذا المستشفى كبديل لأجهزة الحرق القديمة والمضرة بصحة المواطن والبيئة. سابقاً كنا نستعمل جهاز حرق النفايات الاستشفائية، ونظراً للأضرار البيئية، الأضرار السلبية اللي كان يتسبب فيها فيما يخص الأضرار على البيئة وعلى الإنسان، فكرت وزارة الصحة والسكان في تزويدنا بهذا الجهاز بعد الاطلاع الجوانب الإيجابية نتاعو في حماية البيئة وحماية الأشخاص المقربين للمستشفى واللي يعملوا داخل المستشفى، رأت إلى تعميم استعمال هذا الجهاز على مستوى جميع المستشفيات تدريجيا. تنطلق العملية بتجميع النفايات من كل قسم من أقسام المركز الاستشفائي في أكياس بلاستيكية وبلون يتناسب مع نوعيتها. أما النفايات الحادة فتجمع في علب خاصة تفادياً للحوادث التي قد تصيب أحد العمال. يقوم بجمعها أعوان مزودين بمعدات وقائية، ثم تنقل خارج المنشأة الصحية عن طريق شاحنات مخصصة نحو مصلحة المعالجة. ليتم استقبالها من طرف تقني مختص يقوم بوضعها في علب بلاستيكية كبيرة الحجم. C'est une solution qui est alternative à l'incinération. Son principe de fonctionnement est basé sur le broyage et la stérilisation des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Les broyats que l'on récupère donc après cette phase de broyage-stérilisation, ce sont des broyats complètement exempts de micro-organismes et qui rejoignent tout simplement la filière des déchets urbains. En Algérie, cette technologie qui a été introduite, que nous avons introduit déjà nous en 2005, et on va dire qu'elle a réellement pris un essor à partir des années 2010, 2011, 2012. يتم طحن النفايات في أحواض خاصة مقفلة ذات مواصفات عالمية متفق عليها، وبإمكان هذه الأحواض معالجة نحو 250 كيلوغرام من النفايات الطبية في أقل من ساعة. يقوم البخار بالنفاذ واحتراق كل المخلفات الطبية. لو تريتمون دي ديشي عنده plusieurs étapes. عندنا ليطاب دو شارجمون درناها، عندنا ليطاب دو برواياج رانا فيها، من بعد نروحو من ليطاب دو برواياج يفولو ديشي ترحة كامل يروح للشوفاج، وين لو شوفاج يشوفي حتى 138 دوغري، 138 دوغري تمبيراتور دو ديشي و 138 دو كوف لا كوف la température تلحق حتى 138 من بعد une fois à la atteinte 138 تروح la stérilisation. La stérilisation هي l'étape la plus importante. انتهت العملية،
تخرج النفايات من الحوض ليعاد وضعها في علب بلاستيكية أخرى في انتظار معالجة كم آخر من النفايات. لوبيراسيون دو تريتمون دو ديشي رانا في لافاس فينال. لافاس فينال هاي واش تعطينا؟ تعطينا لو ديشي استيريليزي أو لو ديشي أو حطينا لو بلاطر هاو كيفاش خرج لنا، عندنا لي كاتاتير، لو ديشي هذا فيه لي كاتاتير، فيه لي بلاسينتا، فيه لي زوبجي ترونشون، فيه لو فير، تو سو كو لوبيتال جينير كوم داسري. كامل النفايات استشفائية راهي هنايا، باسكو لو باناليزور سي ني بلو كوم لانسينيغاسيون. لانسينيغاسيون يخرج لنا الرماد هذاك. لا صوندغ هذيك، ومن بعد لا صوندغ هذيك وين طيشها؟ اني باستيغيل. اي لا فومي اوسي. الي نوسيف ولا ماشي مليحة بور لونفيرونمون. مي بار كونتر لو ديشي هذا نو ريبريزونت اوكان دونجي ني سور لونفيرونمون ني سور لا بوبيلاسيون. النفايات الطبية إذن بخطورتها وتعقيدها يمكن أن تتحول إلى نفايات عادية صديقة للبيئة. على أمل أن يتم العمل بهذه الطريقة المتطورة في كافة المراكز الاستشفائية الوطنية.